صباح الخير لكل اللي بتابعونا الآن. معكم أنا ناصر الشيخ ومعي صديقي مهند. كيف حالك حبيبي؟ تمام. أنا جدا اشتقت للتواصل معكم على الشاشة صراحة. مهند طبعا من الناس اللي اشتغلوا على حالهم في الميكس مارشال آرتس، بدي أحكي عنه شوي قبل ما نبلش في تمريننا. تمريننا اليوم راجعين لكم بتمرين بوكسينج وشوية تمارين للبطن. طبعا مهند من مدربين البودي كومبات اللي هو الميكس مارشال آرتس، من الناس اللي نحكي نيتهم صافية، عشان هيك ربنا موفقه في الفترة هاي. جاهز حبيب قلبي؟ تمام. اليوم بدنا مساحة آمنة عشان نبلش تمرين كارديو. ما راح نستخدم أي أداة إلا بالآخر لما نستخدم تمارين البطن، بدنا فرشة على الأرض عشان تكون مريحة أكثر. هلأ بدنا نبلش إحنا برجلنا اليسار، أنتوا برجلكم اليمين. شوي شوي نضم الكوع على الأضلاع، الإيدين لفوق. تمام. هاي هي البوكسينج غارد، نعتبرها إيزي بولس، حركة خفيفة، ننقل جسمنا. Good. نثبت، نرفع الكعب الخلفي. 1 2 1 2. نبلش بالجاب كروس. الحركات شوي ممكن تكون سريعة، نحاول نمشي مع الريدم عشان نستمتع بالميوزيك. 1 2 1 2 1 2 1. Good. نفس، ننزل شوي شوي بالأبس، نشغل. هلا 4 3 2 1. دبل كروس. 4 3 2 1. دبل كروس. Good. هذا الكومبينيشن الأول. طبعاً كل الحركات بتكون مسلطة على منطقة النوز، على نص الوجه، المنطقة اللي بنضرب فيها اللي هي two biggest knuckles اللي هم العظمتين الكبار بالجيران. 1 2 3 4. نحول الحركة لجنب الوجه للهوك. احنا هلا طبعاً مكففين الليفل شوي لنرفع بشكل بسيط، كعب لفوق، الكوع لفوق. تويست اذا بنلاحظ انه الجسم كامل بيعمل روتيشن. هلا بنعمل تنتين هوك، تنتين جاك. 1 2 1 2. اذا ما بنلحق البيت ممكن نعمل تنتين هوك، 1 سكوات داون اب، او بنضل مع الجاكس. تنتين كت، اخر واحدة. نايس. هولد ريلاكس شيك رن بالمكان. هلا بنضل على نفس الاتجاه، نرجع نعيد نفس الكومبو الاول، بعدين راح نضيف له الكومبو الثاني. بنعمل زي توافق عضلي عصبي بين اكثر من حركة. نرجع نفس السايد. 4 3 2 1. دبل كروس. جو. نحاول شوي شوي نزيد الرينج اوف موشن، بنمد ايدينا اكثر خصوصا بالكروس اللي هي الايد الخلفيه. 1 2 3. هلا بنعمل كومبينيشن كامل. جود. بنضيف الهوكس، بنضيف الجاكس، نرجع بنعيد. جو. 1 2 3 4. نايس. تويست داون. نضل مركزين، نستخدم الميموري. نايس. خلي الكوع مضمومين على الجسم والفست جنب الوجه. نزيد الليفل هلا. نايس. ريتش كامل زي ما حكينا، وجاكس كامل. 1 2. نستخدم السرعة، نستخدم الباور، نستخدم الرينج اوف موشن الكامل. نايس. داون. ريلاكس. اول سايد خلصناه، راح نرجع نعيد كل شيء هلا على الجهه الثانيه. نميل شوي وزن جسمنا قدام، جاب كروس. نبدا بالحركه الاولى. 1 2 1 2. نفس. نايس. الايدين مرفوعين جنب الوجه، الكوع مضمومين على الاضلاع. 1 2 1 2. عشان نضل حامين حالنا. 1 2 3 4. نرجع للكومبو الاول لحاله. جود. 1 2 3. تشيك. جود. دائما نبدا الكومبينيشن بالايد الاماميه عشان ما نخربط بالاتجاهات. نحاول نخلي القبضه سكره بشكل كويس. نايس.
حركة ثانية نرجع للهوك. 1 2 3 4 5 6 بنكمل. جود. ممكن نسمي هذا الليفل الأول، ممكن نخلي ليفل 2 نوسع الضربة وبنقويها أكثر، ننزل لتحت شوي برجلينا. Great. استخدم رجلين. 2 1 2 and 1. كومبو الثاني 2 هوك 2 جاكس. لما نعمل جاكس نحاول نخلي الكعاب لجوا قريبة لبعض والأمشاط مفتوحة لبرا والركب بنفس الاتجاه. Great. آخر واحدة. Good. Hold. Run. للمكان. آخر ست قبل ما ننتقل لعضلات البطن. Run خفيف. ننظم نفسنا شوي شوي. Good. Relax. كومبو الأول نرجع بعدين 1 و 2 مع بعض. Let's go. 4 Double Cross. 1 2 3. زي ما احنا ملاحظين هون حكينا الإبهام لتحت، الكوع اتجاهه لفوق، وفي مد بالكتف عشان نوصل للتارجت. Go. 1 2 3 4. الثاني ونرجع بنعيد. Go. 1 و 2 مع بعض هلا. 1 2. الايد الثانية دائما حامي الوجه بتضلها جت مرفوعة. نايس. هذا الليفل 1، هذا الليفل 2، كل واحد والباور تبعه. جو فل انرجي. يلا نخلص. نايس. 1 2 1 2 again. آخر واحدة. Nice. Relax. Rotate. One hook. Relax. Good. هلا بدنا نفرشه بشكل بسيط. ننزل على ركبنا بوضعية البلانك. ناخذ ركبنا شوي لبرا نوسعهم. ننزل على كوعنا. الحركة هلا راح نبلش فيها بإيدنا اللي جوا. 1 2 3 and 4. ناخذها شوي لقدام عشان نعمل لود اكبر على عضلات البطن. 1 2 3 and 4. نفس الحركة هلا بنسرعها. out out hold. 1 2 نضم نثبت. go again. 1 2 نرجع. down down. كمان مرتين. hold مرفوع. good. نضل على الركب الجهة الثانية هلا. 1 2 3 and 4. إذا حسينا شوي في لود على اللور باك بإمكاننا إنه نقرب ركبنا نخليهم لجوا أكثر تحت الحوض. hold. نطلع على الأمشاط إذا بنقدر. بنعيد نفس الكومبو. 1 2 3 and 4. out out. بنجرب هذا النكست ليفل. نايس. آخر واحدة. نرجع الركب حركة سريعة. Let's go. 1 2 1 2 again. راح نحس هلا إنه الحوض بده يلف. بنخلي أمشاطنا وركبنا باتجاه الأرض أكثر عشان to stabilize. hold. good. حركة ثانية أخيرة. بننام على ظهرنا. reach. نوصل عند كعب الرجل وبنرجع للسنتر. الرجل الثانية. good. فيها crunch على عضلات البطن وعلى الجنب لعضلات الأوبليكس اللي هي عضلات خواصر. again. good. آخر واحدة. هلا 3 times. 3 2 1. نرجع على الجهة الثانية. نايس. ايدينا جنب راسنا. 1 2 3. بنلمس كعب الرجل. هلا بنعملها بليفلز لأعلى. 1 2 3. نرجع نعمل سويتش كعب البطة فوق الركبة. 1 2 3. نايس. ريلاكس. hold.
كمان ست. Let's go. 1 2 3 آخر seconds. Good. آخر واحدة على كل سايد. Last one. Hold. Relax. نضم ركبنا لعند منطقة الصدر. Breathe. نسويتش العضلات الظهر، نمد رجلينا لتحت بشكل كامل، ايدينا لفوق. Good. Sit up. Relax. هيك بيكون اليوم انهينا تمريننا. يعطيك العافية كابتن مهند. اليوم كان بوكسينج، كان كور، في كالوريز كويسة بما تقريبا 200 كالوريز، نحكي 200-250 على حسب احنا شو بذلنا جهد. ان شاء الله بنشوفكم بحلقات تانية مختلفة وبنكمل باقي فقراتنا لدنيا دنيا. يعطيكم الف عافية.